تواصل الاستقرار في حالة الطقس خلال يوم الثلاثاء تقريبا على كل أرجاء الوطن، بينما خلال يوم الأربعاء إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية بحول الله ترتقب اضطراب جوي، سيكون قليل النشاط، بعض الأمطار غير مستبعدة على السواحل الوسطى والشرقية، نسبة رطوبة عالية على المرتفعات والهضاب مع تراجع لدرجات الحرارة. خلال يوم الخميس بحول الله تواصل لبعض الأمطار المتفرقة على السواحل الوسطى والشرقية، سحب ستنتشر على الوجه الغربي والمرتفعات والهضاب، درجات الحرارة دائما في تراجع خاصة على المرتفعات والهضاب.